استذكرت الأوساط الثقافية والإعلامية العراقية تأسيس تلفزيون العراق في مثل هذا اليوم من عام 1956 كأول مؤسسة للبث التلفزيوني في الشرق الأوسط. ففي الثاني من أيار مايو افتتح ملك العراق الراحل فيصل الثاني ولمناسبة الذكرى الثالثة لجلوسه على عرش العراق محطة تلفزيون في منطقة الصالحية وسط بغداد وبقدرة بث طاقتها 1 كيلووات لتغطية العاصمة بغداد قبل توسع البث ليشمل العراق ومناطق من الدول المجاورة. لقد عملت الحكومات العراقية المتعاقبة على رفد تلفزيون العراق بكل الإمكانات الفنية والملكات البشرية باعتباره مؤسسة وطنية تحظى بقبول جميع العراقيين. واستمر هذا الحال لحين صدور القرار الجائر للحاكم الأمريكي للعراق في أيار مايو بإغلاقه منهيا 47 عاما من العطاء وسط حزن العراقيين لفقدانهم إرثا وطنيا زاهرا. غير أن هذا الفراق لم يدم طويلا، ففي آذار مارس من عام 2004 انطلقت قناة الشرقية ومجموعة قنوات الشرقية كأول مؤسسة أهلية عراقية لتسد الفراغ الإعلامي والثقافي الذي تركه تلفزيون العراق وتحمل إرثه الوطني المتمثل بشعار تلفزيون راق لشعب راق وتعيد أمجاده المحفورة في ذاكرة العراقيين.